أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. السلام عليكم المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومبروك عواشركم، وكل رمضان وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو غادي نتشاركوا معكم، طبيعة الحال غادي نتشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفة ديال السيادات في الدار، واللي بيصايبو يبدا من داك عدا يمطيو، ملي بيمسد يمسد من داك عدا يمطيو، يعني ما ديروش في الفخذ ديالكم وفي الرجل ديالكم، بداو من عدا يمطيو وانتم مهودين، تسمحوا لي على هذا المصطلح. المهم المكونات كاين عندي هنايا الشيح، اللي ما تعرف الشيح ها هو، وكاين عندي الكمون الصوفي ها هو، وكاين عندي الشانوج، وشي تيقول لي الحبه السوداء، وكاين عندي ثلاثه الكيسان ديال الماء، وعندي كاس ديال الزيت البلديه، وعندي هذه الثومه مصايبها شي 4 شهور هذه ولا 5، ثوما الحمراء مرقداهم صايبها الزيت ديالها. هادو هما المكونات ان شاء الله. غادي انايا غادي نوريكم الطريقه ديالته، ولكن انا راني مصايبه ها هو، ها انتم المشاهدين انا راني مصايبه ها هو، انا غنوريكم الطريقه كيفاش ديروا لي. هتشدوا الكاس ديال زيت العود، هو هذا الكاس تاع زيت العود، هتخويه في هذا الغرفه هكاكني، هتخويه في هذا الغرف، غادي تخويو الكاس تاع زيت العود، تزيدو عليه الكاس تاع الماء، وغتزيدو الكاس الاخر تاع الماء، وغتزيدو الكاس الاخر ديال ثلاثه الكيسان ديال الماء مع الكاس ديال زيت العود. غادي نشدو هاد المكون، نجيب المعلقه، غادي تشدو الشيح هو هذا، غادي ديرو المعلقه بحال هادي، ها وحده هانتو، ها جوج، هذا الكمون الصوفي راه تيدار حتى للدراري الصغار، الا بغيتو ديروه للدراري الصغار راه تديروه بوحديتو، غير هو زيت العود، ما ديروش مع هادشي، غير بوحديتو، ما عندناش المشكل. الشانوج ها هو، تا هو ديرو له بحال هكا، بحال هكا، هذا الزيت ديال الثومة، هانتوما باش تعرفو الزيت ديال الثومة، راه معطر راه، ولا الثومة الحمرا هانتوما، هاد ديرو منها تا هي شي 4 ديال المعالق، هاد ديروها مع هاد الخليط هذا، والكاس تاع زيت العود. وغادي تشدوها غادي تحركوا هادشي مزيان بحال هكا، هانتوما راه السيد ديك راه ماشي للشريط، المكونات هاهم وريتهم ليكم، هادو هما المكونات، ما ديروش هادو، ها هما الكيسان ديال المربعة، هما هادو ربي ان شاء الله، هانتوما ها هو طبخ، ولكن ما غيبقاش فيه الماء، غيطبخ غيطبخ غيطبخ، تيبقى غير الزيت، ها هو نوري لكم، ها ملي غيطبخ هاد البريق هذا بيبقى غير الزيت بوحدو، يبقى الزيت بحال هكا فيه، انا راني نصايبه ها هو، ها هانتوما رانا نصايبه، يبقى غير بحال هكا الزيت، ونتمنى من الله تبارك وتعالى تعجبكم هاد الوصفه،
وانا راني مجرباها ماشي، راه تصلح لكل شيء، البرود لكل شيء، وانا راني مجرباها. ونطلب الله تبارك وتعالى الله يجيب العفو، ونكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله يا سيد ربي. وان شاء انا اللي جربتها تنقولها لكم، وراه تنبغي نتشارك معكم، والله يعمل الله تبارك وتعالى يجيب العفو للجميع يا رب.